بالإضافة للأنشطة التجارية والصناعية، اهتم السوريين الموجودين بتركيا بالجانب الموسيقي والرياضي ولا سيما عند الأطفال. رح نلتقي سوا بأحد أبرز الرياضيين السوريين يلي عم يتابع تنمية هاي المواهب. صار لي 6 سنوات هون ما كنت عم أشتغل المجال الرياضة. فكرت إني أشتغل المجال الرياضة هو مجالي. لأول سبب إني هالأطفال اللي في ولاية مرسين أو في تركيا اليوم مكلومين أكثر من عند النظام، الأطفال النظام ولا اللي بلا محرر، يعني ما لهم دور هن يكونوا فعالين مثل اللي عند النظام أو عند المحرر. يعني مشكلة، لازم هون كمان هالطفل اللي عم نمرنه هون لازم يكون له بسمة. هذا الموضوع اللي خلاني أنا أشتغل أفتح مدرسة كروية، والحمد لله يعني اليوم المدرسة الكروية هي من أفضل المدارس في تركيا. الأطفال اللي عم تدربون هن بس سوريين ولا في عندك أتراك؟ إيه، في عندي عراقية، عندي شي 6 لاعبين عراقيين، وفي عندي 5 لاعبين أتراك، والحمد لله قصة. وفي عندي من ليبيا ليبية، في مصاروي من مصر، يعني موجود لاعبين مشكل من عدة بلدان. أنت بس بتدربهم ولا في حدا كمان؟ أنا معي كادر تدريبي، معي كابتن مصطفى شاكوش حارس منتخب سوريا، معي يوسف حميمي لاعب منتخب سوريا، لاعب ناشئين منتخب سوريا أكاديمي، في عندي دريد عراقي، مدرب عراقي اسمه دريد. هل في طلب من موجود من اللاعبين الموجودين السوريين لشي فريق تركي؟ في موجود ان شاء الله. هلا في ان شاء الله نحن عم نشتغل. انا متامل من الله في هذول اللي قلت لك عنهم، في 35 لاعب ل 30 لاعب، هذول ان شاء الله مؤملين ياخذوهم فرق اتراك هون. هذا الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه، واللي بده رب العالمين نحن جاهزين. بتمنى لك التوفيق كابتن مروان، وشكرا كثير على كل شيء وعلى وقتك. يا الله، شو رأيك بمرسين؟ كتير حلوة وهواها نظيف والعالم فيها زراف. اي صح، حتى الاتراك من غير لأن ساكنين من غير بلد مثلاً بيحبوا يجوا يسافروا عليها. ليش بيحبوا الاتراك يسافروا يعني عليها؟ مثل ما تشوفي عندك بحر وعندك خضار وغوابع وعندك أماكن سياحية، في مغارات اسمه جنة جهنم، هدول كتير مكان سياحي، وعندك هذا الكورنيش مثلاً ما في مثله مثلاً بكل بلد اللي فيهم ساحل، هذا أطول كورنيش. شو فيها كمان أماكن سياحية؟ في مكان مثلاً تنزلي على الشاطئ عشان تسبحي وكذا، وفي مثلاً بتطلع على الجبل اسمه طروس، هذا بالصيف هون بيكون شوب، أما بخلط تطلع على الجبل هيك بترتاحي، وفي وما ينزل من الجبل هيك شلالات. وهي جنة جهنم شو معناتها وليش هيك سموها؟ يعني جنة جهنم يعني جنة وجهنم، هيك يعني مغارات الجنة والجهنم. ليش هيك سموها بصراحة ما بعرف، أما هيك اسمها، وكتير مغارات حلوين، في ألوان جوات الحجائر ألوان وغير، والجو غير، يعني إذا لو الحرارة برا لو 50 بتدخل لجوا بتبردي برد كتير برد. جولتنا اليوم بمدينة مرسين انتهت، وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا، وبودعكن للأسبوع الجاي بجولة جديدة وحلقة جديدة من تاكسي الضايعين.